الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم ولقائنا الاسبوعي معكم على شاشه النيل للاخبار وبرنامج افريقيا، نظر على شان الافريقي وكل ما يتعلق بملفات القاره السمراء الساخنه واهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد هذا الفاصل وجوله اخباريه افريقيه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بدعم علاقات التعاون مع غينيا في شتى المجالات، مشيدا بما يجمع بين مصر وغينيا من علاقات وروابط تاريخية متميزة. وطالب الرئيس السيسي خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا نقل تحياته للرئيس الغيني وحرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يسهم في دفع العلاقات المشتركة. وخلال اللقاء سلم وزير الدفاع الغيني الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية غينيا تتضمن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة بعد التوقيع اليوم على بروتوكول للتعاون بين الجانبين في مجال الدعم العسكري. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما بالغا بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، كما تم إصدار التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وتصون الموارد الطبيعية. وقال مدبولي في كلمته خلال افتتاح اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ أمس تحت عنوان إن العالم اليوم يواجه تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة وتهدد دولنا وتجعلنا نفكر بمنهجية مختلفة. والدليل على ذلك اجتماع اليوم، حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية. هذا المؤتمر عقد تحت عنوان الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب. لمؤتمر الأطراف 14 تستمر فعاليتها بشرم الشيخ، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مصر ستعمل على خدمة القضايا البيئية للقارة الإفريقية على مدار العامين المقبلين خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف. مؤتمر الأطراف 14 الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها سيناقش قضايا ذات أهمية قصوى للبشرية تتعلق بالنظم البيئية، استخدامات التكنولوجيا في النظم البيئية للمساهمة في مستقبل كوكب الأرض، التناغم مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية واتفاق باريس. لذا أرجو من سيادتكم التعاون في توجيه الخبراء نحو التواصل للوفاق في هذه المفاوضات. نجتمع هنا لوضع خطط حاسمة للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولا بد أن نشعر بالنجاح لحلول عام 2020 والعمل بشكل جماعي وليس بشكل منعزل وبالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة. خلال الجلسات أكد الحضور على أن بعض الدول حققت تقدما كبيرا في الحفاظ على البيئة الطبيعية كالبرازيل التي حققت تقدما في الحفاظ على الغابات بمعدل يصل إلى 70%، فضلا عن الصين التي حققت تقدما في الحفاظ على حيوان البندا، وأن الدول الإفريقية بإمكانها عمل كثير مثل تلك الدول. القطاع الخاص مثلا هو ممكن يسهل عملية البيئة أو التنوع البيئي، يمكن يسهل كمان في الديبولوشن، يمكن يسهل في التنوع والمحافظة على البيئة من ناحية التلوث. فتقليل التلوث هذا مهم عشان ما يأثرش على الكائنات الحية، بشر، نبات، حيوانات. خلال السنتين المقبلتين إن شاء الله اللي تتولى خلالهما مصر رئاسة الاتفاقية، سنعكف على أن نبرز الدور الذي قامت فيه الدول العربية في الوصول إلى هذه الأهداف، ونحضر مرحلة ما بعد شرم الشيخ لتكون شرم الشيخ بالنسبة لموضوع التنوع البيولوجي مثل باريس بالنسبة للمناخ. كما أكد المشاركون على ضرورة تضمين برامج التنوع البيولوجي خلال عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية. الحفاظ على التنوع البيولوجي هو أمر يحتاج إلى تمويل جيد لدعم برامج الدول ودراسات جيدة للقضاء على الظواهر المصاحبة كالتصحر والتغيرات المناخية. من شرم الشيخ أشرف مبارك لبرنامج إفريقيا. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية بمشاركة الرئيس التونسي ورئيس الوزراء الجزائري وممثلين من دول أوروبية من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية، إلى جانب عدد من الفصائل والطوائف الليبية، وذلك لبحث سبل حل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار. وأكد الرئيس السيسي ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في جميع مؤسسات دولتهم، وشدد على أن أي مقترحات لحل الأزمة لابد وأن تغطي الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، على أن يطلع الليبيون أنفسهم بتنفيذها. من جانبها أكدت الحكومة الإيطالية أن الاتفاق بشأن تجاوز الأزمة الليبية عقب اختتام القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي قد تجاوز التوقعات. وافق مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا في ضوء تحسن علاقتها مع جارتها إثيوبيا. وينص القرار الذي أصدره مجلس الأمن بهذا الشأن على رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح ومنع السفر وتجميد الأصول الإريترية. كما أشاد القرار أيضا بالجهود التي تبذل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة، وذلك في إشارة إلى الجهود التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي أبي أحمد. وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي سوف يتابع التطورات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي. كان مجلس الأمن قد فرض حظرا على تصدير السلاح وعقوبات قاسية أخرى ضد إريتريا عام 2009 بسبب قيامها بتزويد عناصر حركة الشباب المتمردة في الصومال بالأسلحة، فضلا عن رفضها حل نزاعها الحدودي مع جيبوتي. استضافت إثيوبيا السبت الماضي قمة ثلاثية جمعت رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي محمد فرماجو. صدر في ختام القمة التي عقدت بإقليم أمهارة بإثيوبيا بيان مشترك أوضح أن الزعماء ناقشوا التطورات في منطقة القرن الإفريقي وتعزيز سبل التعاون المشترك. كما ناقشت القمة ما تحقق من نتائج اتفاقية السلام والتعاون الشامل التي وقعتها الدول الثلاث في العاصمة الإريترية أسمرة في سبتمبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي بين الدول الثلاث. إذا مشاهدينا، الملف الذي نطرحه معكم لنقاش هذا الأسبوع في إفريقيا متعلق باجتماعات المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وشارك في هذه الاجتماعات وزير الخارجية سامح شكري. طبعا هذه الاجتماعات بدأت في الحديث عن الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي، وسبقتها اجتماعات في قمة كيغالي في شهر يوليو 2016 عندما قرر رئيس الاتحاد تكليف الرئيس أرواندي بمهمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي. مصر خلال قمة كيغالي كان لديها رؤية واضحة حول المسار الذي يجب أن يتم سلكه لتحقيق الهدف من الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. هذه الرؤية تم طرحها أيضا في هذه الاجتماعات للمجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، ونناقش هذه الرؤية في ضوء الموقف الحالي للاتحاد الإفريقي سواء ماليا أو سياسيا أو حتى في مشاركاته الأمنية لضمان أمن واستقرار القارة الإفريقية التي تواجه خطر الإرهاب، بالإضافة إلى الطموحات المتواصلة لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب الإفريقية. حول هذا الملف نناقش الدكتور سيد فليفة العضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ومدير معهد البحوث والدراسات الإفريقية السابق. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا.
دعنا في البداية نبدأ بتقرير مفصل حول اجتماعات المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية. يجتمع رؤساء الدول الإفريقية نهاية هذا الأسبوع في أديس أبابا لعقد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي في الفترة من 14 وحتى 18 من الشهر الجاري. يسعى قادة القارة السمراء للاتفاق على مشروع إصلاح مؤسسي للاتحاد، والذي تتولى مصر رئاسته مطلع شهر يناير القادم خلفا لرواندا. في هذا الإطار تتواصل فعاليات الدورة الاستثنائية 20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمقر الاتحاد في أديس أبابا، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري الذي يرأس وفد مصر خلال الاجتماعات. كان شكري قد أكد خلال الاجتماعات على أهمية إنجاز الإصلاح المؤسسي للاتحاد بما يعزز من كفاءة المفوضية ويؤدي لترشيد الأعمال والنفقات ويسهم في تحقيق الأهداف الإفريقية في مجالات التنمية والسلم والأمن والنهوض بالقارة الإفريقية. على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة المرتقبة، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، من بينهم وزير خارجية رواندا، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية المصري مع نظيره البوروندي، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. دوما يؤكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي، فضلا عن تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد وتمكين مفوضية الاتحاد الإفريقي من مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة 2063 الإنمائية. إذن حول الاجتماعات المقررة في الأيام المقبلة والتي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15 من الشهر الجاري، يدور حوارنا مع ضيفنا الدكتور سيد فليفة العضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك من جديد سيد. أهلا وسهلا. طبعا مصر يعني سبق وأن طرحت رؤيتها نحو الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي، كيف نلخص بداية هذه الرؤية؟ والحقيقة في مشاكل حقيقية في الاتحاد الإفريقي، لأنه ليس من السهل بناء منظمة إقليمية بنسق الاتحاد الأوروبي بحجم ضخم دون أن تتحمل كافة الأطراف الأعباء المالية والسياسية والاقتصادية والعسكرية المطلوبة. فالاتحاد الإفريقي لديه طموح كبير، لكن هذا الطموح يحتاج إلى أن تلتزم الدول بكافة الالتزامات المقررة في ميثاق الاتحاد الإفريقي. حضرتك تقصد التزامات مالية نحو الاتحاد الإفريقي؟ يعني تحديدا الالتزامات المالية هي السبب في كثير من المشكلات القائمة، لأنه عدم التزام النسبة الأكبر من الدول، يعني مش عايزين نقول كم دولة لم تدفع أو لا تدفع حصتها المالية، وبعض أيضا لا يدفع الحصة كاملة، بينما يقع العبء على عدد محدود من الدول، مثلا مصر، الجزائر، كانت ليبيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا تتحمل 15% من ميزانية الاتحاد الإفريقي. نعم. فدول يعملوا 60% لو كانت الأمور يعني تمضي بانتظام، وبقية الدول يفترض أن تشارك في 40% الأخرى، لكن هذا لا يحدث، وبالتالي الاتحاد الإفريقي يعني يضطر إلى اللجوء إلى المانحين الدوليين. وطبعا لا يمكن أن يكون هناك منح دولية دون مشروطية دولية. المشروطية الدولية
تسبب يعني كثيرا من المشكلات. رأينا مثلا في الوضع في دارفور كيف اقتحم المجتمع الدولي الإقليم، وكيف جرت عملية محاولة فرض تدخل أممي وفقا للمشيئة المطلقة لبعض الدول الغربية بتجاهل تام للاتحاد الإفريقي. لولا أن مصر حاولت يعني الموازنة بين الأمور وأنشأت القوى هجين يعني من الطرفين. نعم. نفس الوضع في الصومال، حصل يعني الاتحاد الإفريقي أخذ مجموعة من القواعد تقوم على عدم مشاركة الدول المجاورة للصومال في تدخل لإعادة ترتيب الأوضاع في الصومال. لكن الذي حدث هو أن الاتحاد الإفريقي وافق على دخول أوغندا وإثيوبيا وكينيا. طبعا هذه مشكلات حقيقية في العمل الإفريقي، أن تقول شيئا ولا تلتزم له. أيضا الطموح الزائد، يعني مسألة الإصرار على عقد القمة كل 6 أشهر والدول لا تتحمل هذه الأعباء، بل وهناك دول تراجعت عن نصيبها في أو حصتها أو دورها في استقبال القمة، مثل ما حدث من المغرب. نعم. وهو ما أدى إلى استضافة ملابو للقمة التي كان يفترض أن تلتزم بها المغرب. يعني هذا يضيف أعباء على دول أخرى. طبعا. وفي نفس الوقت قضية الاعتماد على الخارج تجعل الدول الإفريقية يعني تعطي أذنها لأمور من الخارج. يعني هناك طبعا تحديدا يعني بعض الدول الغربية ودولة مثل قطر أو تركيا، يعني الهمس في أذان كثير من المسؤولين واستقبال قيادات في المفوضية أو في القمم الإفريقية في الدوحة أو هنا أو هناك. هذه الأمور بدون شك تؤثر على العلاقات الثنائية للدول المختلفة مع هذه الأطراف. صحيح. ويعني أنا أذكر مثلا بالموقف من ثورة الشعب المصري في 30/6. 30/6 لا، كأن الأفارقة أو يعني المسؤولين في المفوضية لم يروا الجماهير المصرية في الميادين في كافة مدن جمهورية مصر العربية. يعني حضرتك ده تأثيرك بقرار تجميد العلاقات مع مصر بهذا التوقيت طبعاً، حتى وإنه تم التراجع عنه بعد ذلك. تجميد العضوية لدولة مؤسسة ودولة محررة للقارة، يعني ده إجراء. وطبعا عندما يعني أعيدت الأمور بجهود يعني الجهود الرئاسية وجهود الدبلوماسية المصرية، وأيضا نحن شاركنا في البرلمان المصري في دعوة البرلمان الإفريقي وفي الاجتماعات البرلمان الإفريقي في جنوب إفريقيا، كان هناك نوع من الندم على هذا القرار. لأنه تحييد مصر وهي قوة كبيرة في القارة الإفريقية، يعني الذي أدير منه هو الاتحاد الإفريقي. الشعب المصري في نهاية الأمر مضت الأمور، والجميل في هذا الشعب وفي الدولة المصرية أن المساعدات الثنائية التي نقدمها لم تتوقف. يعني مصر على عهدها مع الأشقاء، ولهذا فإن يعني النظر الواقعي إلى الأمور، إذا كانت هناك نية لإصلاح الاتحاد الإفريقي فلنبدأ بأنفسنا، نبدأ بالنظر إلى الهيكل التنظيمي للاتحاد الإفريقي، فنرى أن المفوضية في مرحلة سابقة توسعت توسعا كبيرا في تشكيل المفوضيات ولجان من المفوضيات. هذا يرهق الاتحاد ماليا. طبعا. وفي نفس الوقت يعني هناك بعض المسائل المتعلقة بطريقة اختيار أعضاء المفوضيات من دول بعينها،
والتركيز على دول معينة وفقا لتوازنات أنجلوفونية وفرانكوفونية. كل هذه الأمور بدون شك يعني تترك أثارا سلبية في لذلك الحديث عن إصلاح الاتحاد الإفريقي ليس فقط ماليا وإنما أيضا مؤسسيا، في مقترحات بنظم بديلة لطريقة الانتخاب طبعاً وطريقة طبعاً أيضا يعني تعيين القيادة بالمفوضية الإفريقية. صحيح، وحتى الإدارة، يعني الإدارة نحن الآن في عهد الإدارة الذكية وفي ترتيب الأمور بحيث تجري عملية التواصل بين الدول الإفريقية والمفوضية بشكل يعني كامل وفقا لأحدث النظم. هذه الأمور يعني كانت تحتاج وجود مصر وشركة الاتصالات المصرية لتقوم بدور، وهي مؤهلة للقيام بهذا الدور، لكن كانت تدعى أطراف أخرى. فالحقيقة أنه يعني إفريقيا عليها يعني أن تعتمد على نفسها، ويعني أن تضع الكبير في حجم الكبير، وتحمل كل إنسان مسؤولية المشاركة، وكل حكومة ودولة مسؤولية الالتزام بالإسهام المقرر، بدلا من الذهاب إلى ألمانيا وألمانيا تقفض، أو يعني أمور طبعا نعلمها في الأجهزة المختلفة للاتحاد. هذا يعني نظرة العالم إلى الاتحاد الإفريقي نفسه تكون فيها يعني نوع من الريبة. إنما أنا أعتقد أنه الإصرار يعني على الإصلاح إصرار قوي جدا. وعلى سبيل المثال في البرلمان الإفريقي نوقشت قضية ترك الموارد الطبيعية الإفريقية نهبا متاحا للدول الكبرى، تنقل الموارد الطبيعية ثم ترد إلى القارة الإفريقية مصنعة، لأننا يعني لا نقوم بالتصنيع مع الأسف. تمام. نصدر المواد الخام وترجع صحيح. إلينا بأسعار صحيح. مضاعفة. ولهذا أخذ البرلمان توصية وافقت عليه القمة في كيجالي، لكن المهم أن توضع موضع التنفيذ، وهي ألا تقوم الدول الإفريقية ب يعني تصدير مواردها الطبيعية خاما، إنما تقوم ب يعني ميزة مضافة، تصنيع، يعني لا تقدم الأمور زي مسألة الرمال السوداء في مصر، لما أخذ الرئيس قرارا بألا تجري عملية تصديرها بشكل خام. الطن $5 مثلا ولا $10، بينما انه العمل الشاق لدخول في مشروع والتصنيع يوفر لك العمالة والأيدي العاملة المدربة، ويجعل المورد يعني يتضاعف سعره. تتغير الأمور في الدولة وتتغير صادراتها، وبالتالي يتغير تصنيفنا في الاقتصاد العالمي. طيب، هل هذه النقطة ستفيد في مسألة التمويل للاتحاد الإفريقي؟ لأنه إذا ما تحدثنا عن الأمور الإدارية يمكن التغلب عليها بتغيير نظم الانتخاب، بتخفيض النفقات، لكن مسألة التمويل، أن تقوم كل دولة بدفع حصتها في الاتحاد الإفريقي، هذا يعتمد على يعني تفاوت الاقتصادات الكبير ما بين الدول الإفريقية. هناك دول إفريقية لا تملك الاقتصاد الذي يؤهلها لذلك. في دول قبلت حصة زائدة، يعني كما ذكرت مصر، جنوب إفريقيا، نيجيريا، الجزائر، ليبيا، لكن القضية ليست هذا الوضع. القضية أن الذين لا يدفعون، هنشوف من سيحضر القمة وكم من الرؤساء سيكون موجودا وكم منهم سيكون ملتزم. ستبين الأمور يعني يوم السبت أو الأحد، حتكون الصورة أوضح بكثير يعني. طيب، اسمح لنا سيادة النائب أن نتوقف لدقائق مع فاصل يعرض لأهم ملامح الاجتماع الخاص بالمجلس التنفيذي للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
ما زلنا معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج أفريقيا، وما دال الحوار متواصلا مع دكتور سيد فليفة العضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. سيادة النائب، بالحديث عن ملف الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي، نجد أنه الأوضاع في الدول الإفريقية حلقة مرتبطة ببعضها البعض بالحديث عن هذا الملف، لأنه تحسن الأوضاع في الدول الإفريقية سينعكس بالتأكيد على أداء الاتحاد الإفريقي وقدراته ماليا وأيضا إداريا. هناك أمور تدعو إلى التفاؤل بدأت تحدث في إفريقيا، وكأن إفريقيا يعني استوعبت الدرس وكأنها تريد أن تقوم بطي صفحة الخلافات. نموذج إثيوبيا وإريتريا هو مثال لذلك، بعد عهد طويل من العداوة الشديدة فيما بين الجارتين، الآن علاقات تمتاز بالتوافق، وهذا ما دعا مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات عن إريتريا. رؤيتك إلى هذه الجزئية وكيف تؤثر في الحلقة الأكبر وهي مسار الاتحاد الإفريقي؟ الحقيقة مجلس الأمن عندما فرض العقوبات على إريتريا في 2009 اتخذ قرارا خاطئا بنسبة كبيرة، وقرارا تحكمت فيه القوى الغربية بالأساس. نعم. والمرجعية في هذا أن الدول الغربية كانت تجامل إثيوبيا في هذا الوقت مجاملة شديدة على حساب إريتريا، وإريتريا كان لديها تحكيم دولي ينص على خروج القوات الإثيوبية من الأراضي الإريترية المحتلة، وأن تقوم القوات الدولية يعني بترتيب عملية الانسحاب، لكن القوات الدولية بقيت موجودة والانسحاب لا يتم. لهذا قامت إريتريا بإخراج القوات الدولية من أراضيها. نعم. فهنا طبعا اتهمت بمسألة دعم الاتحاد المحاكم الإسلامية وليس الشباب المجاهد، حركة الشباب المجاهد في هذا الوقت، اتحاد المحاكم الإسلامية. والغرب نفسه عاد لكي يؤيد اتحاد المحاكم الإسلامية والشيخ شريف أحمد ليتولى رئاسة الصومال رغم إقرار العقوبات على إريتريا. نعم. فإذا الشعب الإريتري تعرض لمأساة يعني من أشد المآسي، لكنه صمد. مأساة المواجهة 35 سنة مع إثيوبيا، مأساة احتلال الأراضي الإريترية، مأساة الحصار الدولي. الآن عندما يعني يتخذ مجلس الأمن قرارا بإنهاء العقوبات، أنا أقول أنه أولا هو عودة إلى الصواب من ناحية، ومن جانب ثان هو يعني عليه أن يسأل نفسه العبء الذي تحمله الشعب الإريتري، من يعوضه عن السنوات العشرين الماضية وتحديدا اقتصاديا طبعا وإنسانيا، من يعوضه عن السنوات التسع الماضية من 2009 إلى الآن؟ ولماذا لم يسأل مجلس الأمن نفسه لماذا بقيت القوات الإثيوبية في داخل الأراضي الإريترية إلى أن جاء رئيس الوزراء أبي أحمد لكي يقوم بهذه المصالحات التاريخية؟ فقط المسألة المتعلقة بالحدود بين جيبوتي وإريتريا هي مسألة بسيطة، طالما اتفقت الدولتان على مبادئ يعني أمن البحر الأحمر في الإطار العربي الإفريقي سوف تنتهي المشاكل بسهولة، مثلما لكنها عندما بدأت في إطار تصعيد تقوم به الدول الغربية. نعم. في الحقيقة يعني ويعني هذا يقودنا إلى المسألة الليبية. المسألة الليبية للأسف أن الجامعة العربية انساقت للضغوط الدولية وطلبت التدخل الدولي، والتدخل الدولي طبعا قام به الناتو الذي خرب ليبيا ثم انصرف. الآن بعد الكارثة التي حدثت في ليبيا تعقد فرنسا مؤتمرا وتعقد ليبيا مؤتمرا، القضية ليست المؤتمرات، مؤخرا كان اجتماع باليرمو يعني. القضية ليست فيه بجديد، هو الوحيد الذي فيه جديد. الوحيد الذي فيه جديد
الوحيد الذي أقر فيه سلامة موقف مصر من دعم الجيش الليبي. نعم. والوحيد الذي حجمت فيه الدول الداعمة للإرهاب تحديدا قطر وتركيا. والوحيد الذي اتفق فيه على أن الأمر يخص الشعب الليبي. صحيح. لو أنهم تركوا الشعب الليبي، يعني أنا هذا المجتمع الكذاب، المجتمع الدولي الكذاب، كان هناك 1,250,000 مواطن في طرابلس يتظاهرون رفضا للقصف الذي يقوم به الناتو لليبيا، ومع ذلك استمر الناتو يقصف جماهير الشعب الليبي في طرابلس، وما خرج المرحوم معمر القذافي من طرابلس إلا لأنه خشي أن يقوم الناتو بتدميره، خشي على طرابلس. وسوف يذكر التاريخ يعني الحقائق لآخر الأمر، أن الوثائق الآن يعني متاحة والناس تستطيع أن على النت تطلب ما نشره سنودن أو ديسانج على النت من وثائق أمريكية كلها تدل على مؤامرة كاملة على الشعب الليبي. تمام. ونهب منظم المسار للبترول الليبي. الأهم الآن المسار يقود إلى مستقبل أفضل، سواء بالحديث عن ملف النزاعات في إفريقيا أو بالحديث عن مصير دولة ليبيا. طبعا، يعني الآن غسان سلامة المبعوث الدولي يعني أخذ نهجا طيبا بأنه يعقد لقاءات في المناطق المختلفة في ليبيا. هذه اللقاءات أوصلته إلى أن الشعب الليبي قادر إذا ما اجتمعت قياداته على حل المسائل واللجوء إلى الأسلوب الديمقراطي، ولكن هذا يعني أنا في رأيي أنه ما يجري الترتيب له في فبراير القادم سيقف حائلا أمامه أمران. الأمر الأول الميليشيات التي يستمر دعمها من القوى الغربية ومن الدولتين إياهم اللي اتكلمنا عليهم، والانتشار الأسلحة في الشارع الليبي. لابد من يعني قرار واضح دولي بإنهاء حظر السلاح على الجيش الليبي، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يعهد إلى الجيش الليبي بجمع السلاح من المواطنين، لكي تكون، لأنه الجيوش في العالم يعني ينصوا أنها القوة الوحيدة التي تحمل السلاح هي والشرطة. حدثت أكثر من مبادرة لكنها يعني لم تلقى الاستجابة طبعاً المناسبة. طالما الأطراف يعني تعبس سيستمر الأمر، لكن أنا أعتقد أن العالم مل من إيطاليا وفرنسا والمنافسة والناتو، وأمريكا تتدخل مرة ولا تتدخل مرة. ومن الملامح الإيجابية أن وصول يعني رئيس الوزراء الروسي ومشاركته، ومعنى هذا أننا بصدد نوع من التوازن بشكل ما في الموقف في ليبيا. طيب، الحديث عن هذه الملفات في رأيك أنه حلها سيقود في النهاية إلى الملف الأساسي وهو إصلاح الاتحاد الإفريقي؟ الاتحاد الإفريقي مثلما أخطأ في الحالة الإريترية أخطأ أيضا في الحالة الليبية. ولهذا عندما نتكلم يعني نحن نحب الجامعة العربية ونعتبرها بيت العرب، ونحب الاتحاد الإفريقي ونعتبره بيت الأفارقة، ونحن مع مبدأ إفريقيا واحدة وصوت واحد، لا نشك في هذا. لكن نحن نحزن لخروج البعض، أو أنه يعني المسؤولين في المفوضية يتخذون اتجاها وتحت الضغط الخارجي. لذلك يا سيادة النائب هذا هو السؤال، يعني نعتبرها قرارات خاطئة أم أنه الإصلاح سواء في اختيار مفوضين الاتحاد سواء في ما يتعلق بميزانية الاتحاد، هل ستجنبنا في المستقبل مثل هذه القرارات الخاطئة؟ إذا تكلمنا بصراحة وبشفافية وقلنا أن هذه أخطاء وأخطاء واضحة، وأن المعالجة الحقيقية تكمن في بحث كيف صدرت هذه الأخطاء، نستطيع أن نقول بأن المستقبل أفضل. نعم. ونحن يجب أن نثق في المستقبل، لأنه ليس لدى العرب والأفارقة بالمناسبة
هم أكبر الخاسرين في ظل العولمة، أكبر الخاسرين العرب والأفارقة، وفرقتهم هي التي أدت إلى ما نراه الآن. ولو أنهم، أنا الحقيقة يعني أحب أن أدلف إلى مؤتمر شرم الشيخ ومحاكاة القمة العربية الإفريقية. نعم. الشباب الإفريقي كان أنضج من القادة الأفارقة. الشباب الإفريقي، أنا بكيت من الكلمات التي ألقاها الشباب باسم دولهم والمطالبات الصريحة بالإصلاح وبوحدة عربية إفريقية وبالتعاون المشترك وبناء تجمعات إقليمية قوية وفاعلة وبالتكامل. صحيح. وهذه يعني طموحات اقتصادية موجودة وتطرح في مؤتمرات طبعاً الآن طبعاً بقوة طبعاً أن يتحول الاتحاد الإفريقي ودولي إلى كتلة اقتصادية موحدة. وحضرتك ذكرتي يعني برنامج أو خطة التنمية 2063. الشباب الإفريقي يعول على هذه الخطة، لأنه إحنا لن نكون موجودين عند 63، لكنهم سيكونون في موقع الصدارة، سيكونون في موقع الصدارة. فإذا كانت القمة جادة في الإصلاح، عليها أن تبحث في قضية أساسية، هي قضية البنية الأساسية، كيف يبنى تكامل وليس لدينا طرق، كيف يبنى تكامل وليس لدينا تفاهم حول مصالح الدول واحترامها، كيف يعني هذه هي القضايا التي أثارها الشباب. طيب كيف يمكن أن يتم يعني البناء في حل هذه القضايا على المستوى الجماعي، أم البداية تكون على مستوى دول الجوار؟ يعني مؤخرا أيضا في أديس أبابا تم استضافة اجتماع ما بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس الإريتري والرئيس الصومالي. هذه محاولات جادة لتعزيز التعاون السياسي واقتصادي فيما بين دول الجوار. هذه الحقيقة تشكل يعني عملية اختراق كبير للأزمة وقفز على الحساسيات بقفزة جريئة قام بها بيه أحمد، واعترف فيها بالحق، اعترف فيها بالحق في موقف مصر من سد النهضة، في ضرورة خروج الاحتلال الإثيوبي من الأراضي الإريترية، اعترف فيها بأن وجود القوات الإفريقية في الصومال هو يعني أحد أسباب المأساة واستمرار حركة الشباب الآن وجود القوات. طالما القوات موجودة، الشباب يجدون تعلة للاستمرار في حمل السلاح، وبالتالي تحدث المواجهات وتستمر المواجهات. بالضبط. وطبعا يعني أنا يعني بحكم صلتي بالمجتمع الصومالي، أنا أدعو هؤلاء الشباب الآن في الظروف التي نراها الآن إلى الانخراط في العمل الوطني. طبعا بعضهم تحرك الآن، يعني هناك الآن أعلم أن هناك البعض من القيادات يتحرك الآن للتفكير وبحث المسألة ومحاولة الخروج من حالة الاستمرار في العنف والإرهاب. هذا لا يبني دولة ولن يقيم نظاما إطلاقا، إنما سيؤدي إلى مزيد من المآسي للمواطنين البسطاء. وفي نهاية الأمر هم لم يقتلوا من القوات الأفريقية في الصومال أكثر مما قتلوا من المواطنين الصوماليين والمسؤولين الصوماليين. لهذا الجميع مدعو للتفكير في أن الإصلاح يجب أن يكون جدا، وأن يكون مصمما على الاعتراف بالأخطاء، ومصمما أيضا على بناء نظام متكامل حديث قائم على إدارة ذكية ليست فيه مجاملات في توزيع الوظائف في الاتحاد الإفريقي، ليست فيه يعني حالة من الإنصات للآراء الداخل خارجية، ولا أن يكون هناك توجهات ذات طابع تآمري إقليمي تجاه دولة من الدول، أو تهديد لأمن دول الجوار، أو العبث في خارج إطار القانون الدولي. نعم. من مصالح الحياة لدول أخرى، لأنه هذا قاد يعني في رأيك لقرارات خاطئة يعني أضاعت مستقبل دول. لم يكسب أحد
من الموقف الاسيوبي في سد النهضه. نعم. لم يكسب احد. والنتيجه يعني اعلنها رئيس الوزراء صريحه مدويه. ولا من دخول حلف الناتو وقصفه لليبيا، هذه نماذج مختلفه لكنها طبعاً تقود الى مستقبل طبعاً الدول طبعاً الافريقيه طبعاً الذي تاثر طبعا. وانا يعني اسمح لنفسي بان اناشد الاخوه في الجزائر والمغرب الى التوقف مباشره او الاستجابه لدعوه الملك محمد السادس بان يكون هناك حوار مباشر بين الجزائر والمغرب حول مساله الصحراء، لان الدولتين بالموقف الذي جرى حول نعم الصحراء خرب الاتحاد المغاربي وأدي إلى ضعف كتلة شمال إفريقيا في الاتحاد الإفريقي صحيح، وعطل التنمية وأضر بالشعبين. يعني أنا عندي أصدقاء من الأساتذة في الجزائر، واحد بيحكي لي أنه ابنه بينه وبين بنت عمه في الجانب الآخر من الحدود في المغرب 7 كيلومتر، لكي تجري عملية الزواج بين الفتى والفتاة انتقلت العائلة من الجزائر إلى باريس، ومن باريس إلى الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء إلى الحدود الشرقية للجزائر حيث تم العرس، ثم عادوا مرة أخرى. يعني لا يمكن، ده مثال يعني بسيط لما يمكن ان طبعاً تقود طبعاً اليه هذه القرارات في تشتيت يعني الشعوب. كيف تنتقل عائله مثلا من 15 20 شخص نعم بالطائرات هذه الاسفارات الطويله نعم، بينما كان من الممكن لو ركبوا يعني حافله كانوا انتقلوا في ربع ساعه الى إلى بيت أقاربه. صحيح، مفهوم وجهة نظرك يا فندم طبعا. يعني هي ترجمة للحالة اللي عليها الدول الإفريقية واللي يجب أن تتغلب عليها لكي تحقق مستقبل أفضل للجميع. يعني لجميع دولها. العناد طفولي. العناد طفولي. ترى طفولي. بناء الدول مسؤولية الرجال والقادة. صحيح. والقادة لا يفكرون لا في إطار التبعية ولا يفكرون في إطار الاستماع نعم إلى قوى من الخارج، ولا يفكرون في إطار خارج عن القانون الدولي نعم، ولا يفكرون خارج إطار الاتفاقات أو ميثاق الاتحاد الإفريقي. وضحت الفكرة، بشكرك جزيلا دكتور سيد فليف العضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ومدير معهد البحوث والدراسات الإفريقية سابقا، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومشاهدينا في ختام هذه الحلقة نتابع حوارا أجري مع سفير غينيا اليوم في إطار احتفال غينيا بعيدها الوطني 50، الاحتفال أجري في سفارة غينيا في مصر. La Egipto y Guinea Ecuatorial son dos países hermanos africanos que mantienen. العلاقات المصرية الغينية ترجع إلى قديم الأزل، وهناك تبادل للزيارات بين البلدين على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين، واليوم نحتفل بمرور 50 عاما على استقلال غينيا الاستوائية. Son relaciones en las que hay altos intercambios. Ecuatorial y Egipto tienen suscrito un acuerdo marco de cooperación técnica, económica y cultural. العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية تربطهما اتفاقية تم التوقيع عليها بين البلدين عام 2006، وهي التي تحكم العلاقات والاتفاقيات في مجالات كافة كالزراعة والصناعة والتعاون التقني، وتلك العلاقات تزداد وتنمو يوما تلو الآخر، وهناك الكثير من الشركات المصرية في غينيا الاستوائية. Interior, seguridad, agricultura. Este acuerdo al que me he hecho alusión ahora mismo abarca todos los aspectos culturales. أما بخصوص التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، فهناك جامعات مصرية ترغب بالتعاون مع غينيا الاستوائية لفتح فروع لها هناك، ونحن نبحث كيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع ونرحب به. تابعنا جانبا مشاهدينا من الحوار الذي أجري مع سفير غينيا في إطار احتفالات غينيا الاستوائية بعيدها الوطني، وسنتابع الحوار كاملا لاحقا على مدار فتراتنا الإخبارية. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من إفريقيا، نلقاكم الأسبوع القادم وقضايا أفريقية جديدة، إلى اللقاء.